عندما ترى حالة المنتكسين المتساقطين نسأل الله السلامة والعافية، يعني الذي يكون على صلاح واستقامة ثم ينتكس، عندما ترى حاله مع القرآن تجد أنه بعيد عن القرآن، وإلا لو كان مرتبطا بالقرآن ما حصل لم تحصل له هذه الانتكاسة. فإذا أعظم أسباب الثبات والاستقامة وزيادة الإيمان تدبر القرآن الكريم. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني مع عنايته العظيمة بالتدبر وأيضا اشتغاله بالعلوم الأخرى خاصة بتقرير عقيدة السلف والعلوم الأخرى، يقول في آخر حياته كما نقل ذلك عن الحافظ بن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، يقول له ندم على، يعني هو ليس تضيع وإنما ذهاب كثير من وقته في غير تدبر القرآن في غير معاني القرآن، لأنه رأى أن تدبر معاني القرآن أنها كنز عظيم، خاصة يعني من مثل هذا الإمام ابن تيمية الذي جمع الله تعالى له علوما عظيمة، فيحصل له من التدبر ما لا يحصل لغيره. فتدبر القرآن الكريم إذن هو من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المسلم عناية عظيمة.